فقر الدم الناتج عن نقص فيتامين ب12 وحمض الفوليك ميغالوبلاستيك انيميا فيتامين ب12 وحمض الفوليك احد العناصر الاساسيه التي يحتاجها الجسم بشكل ضروري حيث تقوم باداء عده وظائف هامه تحافظ على صحه الانسان وتتمثل في انتاج خلايا جديده ك خلايا المخ خلايا الدم خلايا الحمض النووي دي ان اي وار ان اي يعد فيتامين ب12 من الفيتامينات الذائبة في الماء والذي يتطلب امتصاصه وجود بروتين داخل المعدة يسمى العامل الداخلي جاستريك انترنزيك فاكتور بحيث يرتبط بالفيتامين ويسهل امتصاصه في الجزء الأخير من الأمعاء الدقيقة ومنها لخلايا الدم في حين يتم تخزين الكمية الزائدة منه داخل الكبد للاستخدام عند الحاجة والآن ما هي اسباب نقص فيتامين ب12 يمكن ان يحدث نقص لفيتامين ب12 بسبب فقدان العامل الداخلي للاجسام المضاده والتي تنتج بفعل النشاط المفرط للجهاز المناعي وبالتالي تهاجم وتدمر خلايا المعده المسؤوله عن انتاج العامل الداخلي ودون وجود العامل الداخلي لا يمكن امتصاص فيتامين ب12 ويخرج مع البراز وهذا ما يطلق عليه فقر الدم الخبيث pernicious أنيميا كما أنه قد يحدث نقص لفيتامين ب12 بسبب اتباع نظام غذائي يفتقر إلى هذا الفيتامين، والموجود بشكل أساسي في اللحوم والبيض والحليب، خاصة وأن الجسم لا يمكنه إنتاج هذا الفيتامين بنفسه. وعند حدوث فقر الدم الناتج عن نقص فيتامين ب12 أو ب9 حمض الفوليك، فهذا يؤدي الى انتاج كريات دم حمراء كبيره وغير طبيعيه لا يمكنها القيام بوظائفها بالشكل الطبيعي والذي ينتج عنه العديد من المشاكل الصحيه والتي تتمثل في الاعراض التاليه التعب الشديد ضعف العضلات التنميل الم واحمرار في اللسان تقرحات في الفم اضطرابات في الرؤيه الاحساس بنقص الطاقه مشاكل نفسيه قد تتضمن الاكتئاب والارتباك مشاكل في الذاكره والفهم